بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنكمل الفيديو اللي كنا وعدناكم به، إن هو تشغيل أوتوماتيك. آدي الفيديو السابق تشغيله، إن أنا بضغط طبعا الألارم ده عشان داخل في الصفحة التانية، بقول له ماشي أهو. إن أنا بضغط على بوش بوتون S1 تتقدم الأسطوانة، هي تضغط على ليميت سويتش S2 تبدأ ترجع. هي ضغطت على S1 اتقدمت، ده هي ضغطت على S2 رجعت. لو انا حاولت اشغل اوتوماتيك، يعني احاول ده اختيار، يعني مضغوط على طول بتتقدم ولا ايه ولا ترجعش. يبقى الكلام اهو، دبل كليك على الجزئية ديت، هجيب اشارة في المكان ده اهو، ادي الانت اهيت والغي، خلاص بقت دي اشاره الان. هتيجي اشاره من المنحنى نفسه، منحنى الاذاعه والخطوه نفسه، وتخش مع الانت. طبعا خلاص كده هروح لحد المؤشر واركز تاني على النقطه واقول لها دليل. دلست للنقطه، بقول اشارتين داخلين، الاشاره المايله دي يعني دي اند، الاشاره المايله والسهم معناها اند. البوش بوتوم هحوله اختياري، هحوله اختياري او اسيبه بوش بوتوم بس هعمل له حاجه تانية. بس خلينا دلوقتي هجيب تكست اهيت وهنا اهو، خلاص اروح على المؤشر تاني، دبل كليك على التكست واقول ان ديت S2 اهوت، واقول وضيق المكان اهو، دبل كليك ثانية هقول ان S2 اهو، ضيق المكان عليها اهو واحركها، واقول ان ده S3. يبقى هتقدم باس واحد عندي S2، وهخليها اختياري دلوقتي اهو، اختياري اهو اللي هو اوتوماتيك اهو، ونبقى نغيرها تاني اما اقول لك الفكره الجديده ايه بتاعي. يبقى هتتقدم باس واحد عندي S2 اند تتقدم وترجع باس ايه 3. يبقى اس واحد اند S2 ليميت سويتش وترجع باس 3. يبقى انا هضغط هنا اهو، اخلي ده اللي على بعد 100 ده S3 عشان انا غيرته هناك، واقول له ان S2 على بعد 0، يا اما اسيبها يا اما اكتب 0. اوكي، بقى S2 اهو اللي مضغوط ابتداء، وS3 لما تطلع، بس احنا لسه ما ايه ما جبناش. جميل، هصغر اهو واجيب ليميت سويتش اهوت، اعمله S3 وادخله على اي، اجيب له منبع. طبعا الزحزح كان ده واحد وده اتنين، بقى ده واحد ده اتنين ده تلاتة، هدخله على اي 3 ودبل كليك عليه واقول ان ده S3. اوكي، كبر ديت اهيت. في الحالة دي هحول ده اختياري اهو، ادي الاختياري اللي فيه حرف الفي دوت، واشيل S1 ده اهو، اجيب له منبع واوديه لاي 1 واكتب عليه S1. هوريها لك الاماكن ديت بالظبط، يعني لو اس واحد مضغوط ما تتقدمش الا لما هي تضغط على S2. طب مكانهم هوريه لك اهو، ادي صوره من بيزك نيوماتيك، ادي مكان هنعتبر ده S1 بوش بوتون اهوت او اختياري، وادي S2 قدام الاسطوانه اهو مضغوط
على اساس الاسطوانه تبقى راجعه للخلف لضمان وجود شغل، او ما تطلعش او ما ترجعش الا اذا رجعت للخلف. لازم ترجع للخلف عشان تضغط على S2 على اساس تضمن وجود ايه شغل. وادي S3 اللي لما الشغله تيجي على ليميت سويتش S3 تبدا ايه ترجع. الصوره ديت من البيزك نيوماتيك، يعني هو 1 2 وده 1 3 وده 1 4، بس انا بوري لك الصوره بس اهي ان الشغله جايه من هنا قدام الاسطوانه. لازم الاسطوانه تبقى راجعه، فضغط S2 S2 مضغوط ابتداء عشان يشغل اوتوماتيك وعشان ضمان وجود شغله امامها ايه تطلع. طيب كويس تمام اهو ماشي. يبقى ده لو ما انضغطش يبقى الكره مش هتيجي مره تانية في المكان ده. يبقى انا لو ضغطت S1 اللي هو رايح لاي 1 هيعدي الكوره للمرحله الثانيه، هتتقدم الاسطوانه. هتضغط على S2 هي S3، هتضغط على S3 اهيت اللي هو رايح لاي 3، وبعدين S2 لما ترجع تبقى S2 واي 2. طيب ممكن ان انا اشيل الخط ده، ان انا اقول له كده ترجع لايه لواحد مره تانية. يبقى كده هشيل الخط كمان وكتبت عليه ترجع لايه لواحد. عايز نسيب الخط نشيل الواحد ده ونعمل ايه خط اللينك اللي هيبدأ يرجع مره تانية. طيب انا ضغطت اهو، طبعا الالارم ده علشان الجزئيه ديت داخله، هقول له كانسل واشديها تحت اهي عشان احنا هنخلص من ايه من الالارم ده اهو. يبقى S2 مضغوطه جايبه الكره في 1. ضغطت انا اهو بدأت تشتغل اوتوماتيك لحد انا اضغط مره تانية على اس ايه 1، فصلت اهي. هنكبر الجزء ده شويه اهو، وده S2 او نجيبه مره تانية على اساس ان انا احط لك S1 قبل S2 قبل S3. ديليت انسرت المنحنى اللي بيعمله الكمبيوتر اهو، هشد فيه اسطوانه ايه واقول له اوكي، هشد فيه S1 واقول له اوكي، هشد فيه S2 اللي هو اند S1 اهو، واشد فيه S3 اللي يبدأ يرجعني مره تاني اهو. ضغطت على S1 اختياري، S1 مضغوطه اهيت على طول، و S2 اللي بتقدم و S3 اللي بترجع. ماشي الكلام. يبقى انا شرحت على الفيديو السابق على طول، ما جبتش الحاجات بتاعتي، قلت انا هكمل على الجزئية ديت. وادي الاختياري، وادي S2، ادي الاختياري S1، وادي S2 ليميت سويتش ضغطها الاسطوانة، و S3 لما بتطلع وتقيه تضغط الاسطوانة. هل هي دي المرة الشكل الوحيد اللي بيشتغل؟ لا مش الشكل الوحيد. ممكن ان احنا نجيب حافة خطوة مع التنشيط زي ما كنا بنجيب المرات اللي فاتت، وممكن كمان حاجة تانية استغنى عن الجزئية ديت واخلي زي ما حضرتك قلت لك ان انا ممكن اعمل ده، ده هو ممكن اجيب ده بوش بوتون. وازاي يبقى يا بوش بوتون ويشتغل معايا؟ هجيب ليميت سويتش يشغلني وليميت سويتش يوقف الاول. شلت ده اهو S1، هجيب ده ليميت سويتش اهو شغل، وهجيب ليميت سويتش يوقف وهحطه هنا، بس تعرف ان ده اللي بيوقف. يبقى ده مثلا S1 اهو، هوصله بالمنبع واوصل واوصل الخط التاني باي 1. اس اللي انا جايبه هوصله بالمنبع واوصل الخط بتاعه
بي اي 4. هشيله بس شوية كده عشان اهو عشان يبقى باين قدام حضرتك. وده هسميه مثلا اس 4، اس 4. هجيب في الجرافسات اهو، افتحه، اجيب خطوة، وبعدين ناقل، وبعدين خطوة تانية، وبعدين ناقل. والناقل ده هيلف مرة تانية هنا، دبل كليك هنا اهوت، هقول ان ده خطوة نشطة، وهسميها مثلا زيرو، وديت هسميها واحد، يبقى ديت اتنين، تبقى ديت تلاتة، تبقى ديت أربعة. أوكي. طبعا قبل ما أمشي من هنا، الخطأ ده هو اللي هيبقى هنا، يعمله أشيل الواحد ديت وأعمل دوران باللينك تاني، أو أقول ديت اتنين، هيرجع لخطوة اتنين. أهو خطوة اتنين ديت تاني، أو إن أنا أشيله وأعمله جزئيات. اس واحد هشغله هنا اهو، اس واحد. الناقل ده هيبقى اس واحد رايح لاي واحد اهو، وده مثلا هسميه بوش بوتون او الستارت او تشغيل. ده هسميه اس اربعة اللي انا جبته تاني جديد اهو، وهوديه لاي. ممكن افتح هنا واقول لاي 4 اختارها اهي، واقول له اوكي. ماشي كلام؟ طيب ماشي كلام. دلوقتي اما اضغط اهو اس واحد، شغلت لي دورة هنا ونقلت لي الكرة من زيرو لواحد. ماشي. هاجي هنا اهو واقول ان الجزئية ديت اللي هي الخطوة واحد، خطوة واحد، وهنا هفتح اهو واقول ان ديت اكس واحد، يعني طالما واشيل اي واحد يبقى الخطوة واحد في اكس واحد. طالما انا عندي الكهرباء او الاكتف بتاعتي واحد، يبقى الاكس واحد فيها كهرباء، يبقى هتشغل على طول. يبقى انا اشغل من اس واحد اهي. ده بوش بوتون وهي شغاله، يبقى عايزه الستوب اللي هي اس كام؟ اربعه. اس كام؟ اربعه، اللي هي هتودي الكرة من هنا لزيرو، تروح موقفة الجزئية دي. يبقى أنا عملت الجزئية ديت اللي هي ببوش بوتون تحتفظ بواحد أكتف، وخدت واحد بإكس واحد. طالما واحد فيها الأكتف بتاعتها يعني متأكتفة، يعني فيها الكهرباء، يبقى إكس واحد فيها كهرباء، يبقى تشغل أوتوماتيك بليمت ببوش بوتون، ببوش بوتون. طيب وكمان افصل ببوش بوتون تاني اهو، اللي هو هيودي الكرة ديت لايه؟ لواحد مرة تانية اهي. يبقى انا شغلت ببوش بوتون، ثلاثة شغالة، يبقى عمل لي عمل اختياري، وهو اهو حتى انا شغالة لحد ما اضغط على اس اربعة اللي هي هتنقل الكرة من واحد لزيرو، يعني اكس واحد بقى الخطوة واحد ما بقتش اكتف، يعني اكس واحد مش جايبه، مش عامله احتفاظ، فجت وقفت الايه الجزئيه دي تاني اهوت. لو انا جيت على الناقل الاخير وقلت له بلاش اتنين، مسحتها، يبقى لازم اضطر ان انا اعمل ايه؟ ناقل ينقل الجزئيه دي تاني اهيت اهي، واشغل ببوش بوتون اس واحد، نقل الكوره اشتغلت، نقل الكوره تخيليه من
زيرو لواحد، بقت اتنين خلاص عايزين الكرة بتيجي فيها وتعدي على طول، انا ما بشوفهاش بسرعة اس واحد ان هي ايه شغال. عايز افصل يبقى اضغط على اس اربعة، يبقى الجزئية اللي انا ضفتها جديدة ديت هي اللي بتعمل لي احتفاظ بالاشارة اهي. ضغطت اس واحد قدمت وتنيتها شغالة على طول لغاية ما ضغطت اس اربعة فصل لي الجزء، يعني تمت التجربة وايه وعد. عشان الجزئية ديت كنت بتكلم عليها اهوت، لو ان في اي مرة وقفت ما رجعتش للاخر وما ضغطتش اس اتنين، لما ما ضغطتش اس اتنين يبقى لما ما تضغطش اس اتنين ما تشتغلش، لو ضغطتش اس اتنين يبقى مش هتشتغل، لان اس اتنين لو ما ضغطتش يبقى مش هتعدي الكورة في الجزء ده، مش هتعدي الكورة في الجزء ده وتبدأ ايه تعمل الجزئية تاني. طيب انا لو جبت للاحتياط للجزئية دي على ده اهو وقلت له انت اللي هي بلوكة واحد، ان هي البلوكة اللي خطوة واحد تبقى فيها بتأكتف، اند يعني في اي رايحة كام بقى؟ رايحة اي اتنين، اس اتنين رايحة اس اتنين رايحة اي اتنين، اند اي اتنين. بقت الاتنين مع بعض اهم، لازم تبقى دي اكتف يعني دي موصلة، وكمان ديت فيها تبقى ايه شغال اهو، حتى وانا شغلت اهو لو اس واحد ما انضغطتش، ما انضغطتش هنا، ما انضغطتش هنا، ما عدتش الكرة، ما اشتغلتش الجزئية بتاعتي. عشان ادي لان الجزء اللي انا كنت بقول هكمل اللي عليه ان انا اشتغل باختياري او ببوش بوتون اهو، ببوش بوتون شغلني، بس انا محتاج بوش بوتون تاني ايه يوقفني، وضفت الجزئية ديت وكده انا اشتغلت اوتوماتيك اهو. ومش عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، ممكن برضو نضيف حد الاكشن مع التنشيط اللي زي الجزئيات اللي فاتت، بس الكلام ده طبعا انا عرفت ان انتوا ايه المفروض تكونوا عارفينه، عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.